الشعوب وبقية الحضارات. المنجز طهران تقصف كردستان مجددا بالصواريخ والمسيرات. الهجوم الإيراني يملئ مستشفيات أربيل بالشهداء والجرحى. القصف الإيراني يروع الطلبة ويخلف مصابين في صفوفهم. يونيسيف تعده انتهاكا خطيرا لحقوق الأطفال. ازدواجية التعامل مع القاصف تثير الاستغراب. واستوديو يو تي في التفاعلي يقارن بين المواقف الحكومية من القصف الإيراني وقصف مصيف دهوك. الحلبوسي يحدث المشرعين عن تفاصيل خارطة الطريق تصفر الأزمات وتفتح الباب أمام إدارة جديدة للدولة. تحرك لمناقشة استقالة الكتلة الصدرية فنيا وقانونيا. ونائب رئيس البرلمان يؤكد لا استقرار سياسيا بلا التيار. أهلا بكم مجددا. ومجددا أيضا اعتدت إيران بصواريخها ومسيراتها على الأراضي العراقية واستهدفت قرى ومدنيين في إقليم كردستان مخلفة عشرات الضحايا بين الشهداء وجرحى. وفيما تتوالى الإدانات الدولية للقصف قالت حكومة أربيل إنها لا تتدخل في الشأن الإيراني الداخلي بعد مزاعم إدارة طهران قصفها مقرات لأحزاب إيرانية معارضة لها يد في الاحتجاجات التي تشهدها المدن الإيرانية. القصف الذي تسبب في نزوح لسكان القرى المستهدفة أظهر ازدواجية حكومة تصريف الأعمال ووزارتها الأمنية في التعامل معه، على عكس القصف الذي استهدف مصيفا سياحيا في دهوك قبل نحو شهرين. عاودت المدفعية الإيرانية القصف على ناحية سيداكان شمال مدينة أربيل في إقليم كردستان. مدير ناحية سيداكان إحسان تشلبي قال إن إيران قصفت بالمدفعية منطقتي سقز وبرزيني في الناحية من دون وقوع ضحايا أو إصابات. من جهة أخرى ارتفعت حصيلة ضحايا القصف الذي شهده الأقليم إلى 13 شهيدا، فيما أكدت مديرية مكافحة الإرهاب أن الهجمات أسفرت عن إصابة 58 شخصا بجروح معظمهم مواطنون مدنيون وبضمنهم أطفال دون سن العاشرة وطلبة ومعلمون وصحفيون. تفاصيل القصف الإيراني الذي أوقع عشرات الجرحى والشهداء نتابعهم في هذا التقرير. تهرع سيارات الإسعاف هذه إلى مستشفيات أربيل بعد أن نقلت عشرات من ضحايا القصف الإيراني. هنا تزدحم غرف المستشفيات وأروقتها بالمصابين. القصف لاقى إدانات محلية ودولية بالجملة طالبت بوقف انتهاك سيادة العراق والحفاظ على أمن المواطنين العزال وإبعادهم عن التحديات الأمنية، إذ تؤكد أربيل إنها لا تتدخل في شؤون إيران الداخلية وتطالب طهران بموقف مماثل. القصف على مناطق في داخل أراضي إقليم كردستان العراق رسالة توجه من قبل نظام الجمهورية الإسلامية لحكومة إقليم كردستان. هذه الرسالة مفادها إن كانت هناك محاولات للتغيير السياسي في داخل الأراضي الإيرانية فستدفعون أنتم الثمن. يرى كثير من الخبراء أن الهجوم الإيراني يمثل هروبا لإيران من مواجهة أزماتها الداخلية التي تحاول تصديرها خارج الحدود. إيران حقيقة تستمر في خرق السيادة العراقية من خلال استخدامها لهذا القصف على مناطق كردستان بحجة وجود مجامع إرهابية تروم الدخول إلى الأراضي الإيرانية وتحمل أسلحة معها. هذا أمر حقيقي غير منطقي وغير صحيح، لا يعقله عاقل أبدا. واستخدمت إيران في قصفها وهجومها صواريخ وطائرات مسيرة، ما تسبب في نزوح كبير لسكان القرى المستهدفة والقريبة منها ومغادرتها إلى مناطق أخرى بحثاً عن الأمن. مشرق المنصور، أربيل، يو تي في.
وفي السياق أعلن وزير التربية في إقليم كردستان آلان حما سعيد تسجيل إصابات وحالة هلع بين صفوف التلاميذ جراء القصف الإيراني الذي استهدف مناطق في أربيل والسليمانية، مؤكدا في مؤتمر صحفي أن مشاهد القصف كانت مأساوية جدا. نحن في وزارة التربية ندين الهجمات على أي مؤسسة تربوية وعلى المعلمين والتدريسيين والأطفال. مشاهد يوم أمس كانت مأساوية جدا. للأسف عدد من التلاميذ أصيبوا بجروح جراء القصف، ونحن مستمرون بالتواصل مع تربية قضاء كواسنجق وتربية شرق السليمانية، وتابعنا عن كثب الأوضاع ليوم أمس، ونحمد الله أنه لم يسقط أي تلميذ شهيدا. وحول الاعتداء الإيراني على أربيل والسليمانية ينضم إلينا مراسلنا من هناك مشرق المنصور. مشرق، آخر التطورات الميدانية والمواقف لديك بشأن الاعتداءات الإيرانية على كردستان؟ نعم، كما ذكرتم هناك إدانات واسعة لهذا الاعتداء وهذه الجنة. هناك تسليط للضوء أكبر على الجانب الإنساني والضحايا المدنيين في هذا القصف الذي حدث على مدار 6 أيام، وأعلن الجانب الإيراني أنه مستمر في هذه الهجمات. عشرات المدنيين ليس لهم علاقة بأي صراع نزلوا من جبالهم وقراهم نحو مناطق يعتقدون أنها أكثر أمنا وبمنأى عن القصف. جميع المراقبين شاهد الأطفال المدارس في كويا مثلا وهم يروعون ويتعرضون للقصف. المستشفيات في أربيل تضج بالجرحى، الجرحى بينهم نساء ورجال وأطفال مدنيين ليس لهم علاقة بأي صراع أو سياسة أو صراع سياسي أو حتى صراع من نوع آخر. ما تقوله السلطات الإيرانية التي تتخذ من وجود مقار لأحزاب المعارضة الإيرانية في كردستان ذريعة لهذا الهجوم، فندته حكومة إقليم كردستان بأن هذه المقار هي لاجئين سياسيين محميين من قبل المجتمع الدولي وليس لهم علاقة بأي صراع، وأن إقليم كردستان ممثلا بحكومته وبكافة الفعاليات السياسية الموجودة فيه لا تتدخل في الشؤون الداخلية لإيران لا من قريب ولا من بعيد، وتطالب أن تعامل بالمثل. وأدانت هذه الهجمات، والمجتمع الدولي أيضا أدان هذه الهجمات، وتنتظر حكومة إقليم كردستان من حكومة بغداد أن تفي بتعهداتها التي فرضها الدستور والقانون بالحفاظ على أمن وسيادة كل مناطق العراق البلاد. الأطفال في مدرسة كويا مثلا في منطقة كويا التابعة لأربيل تعرضت قريب منها للقصف. كانت هناك مشاهد مروعة لأطفال مروعين يهربون من المدرسة حماية لأنفسهم في سفح الجبل والتلال. الجانب الإنساني في هذا الموضوع أثار مشاعر جميع المراقبين في مختلف أنحاء العالم، والأكثر من ذلك أن الجانب الإيراني لا زال مستمرا في هذه الهجمات، ولا نعلم هل هناك تصعيد يوم غد، لا نعلم ماذا يحدث بعد ساعات. مثلا الهجمات أدينت من قبل المجتمع الدولي كما ذكرت، ومن جميع الفعاليات الأممية وفي داخل إقليم كردستان وفي العراق أيضا على مستوى الحكومة الاتحادية. نعم نعم، مشرق المنصور مراسل يو تي في من أربيل، شكرا جزيلا. إلى ذلك، أعلنت وزارة الخارجية العراقية تسليم سفير إيران في بغداد مذكرة احتجاج إزاء الهجمات الأخيرة على أربيل. الوزارة قالت في بيان إن المذكرة تضمنت إدانة الحكومة العراقية للجريمة التي مثلت استمرارا لاعتداءات القوات الإيرانية على سيادة العراق وحرمة أراضيه، وأخذت طابعا جديدا لا يمكن السكوت عنه، تمثل باستهداف المواطنين الآمنين داخل عمق المدن العراقية. وفيما طالبت الوزارة السلطات الإيرانية بالالتزام بتعهدات المواثيق الدولية حذرت من تداعياتها على السلم المجتمعي لكلا البلدين وعلى الأمن والاستقرار الأقليميين.
ازدواجية التعامل مع قصف نظرا لهوية القاصف أثارت استغراب العراقيين واستهجانهم. استوديو يو تي في التفاعلي قارن بين المواقف الحكومية من القصف الإيراني وقصف مصيف دهوك قبل أكثر من شهرين. نتابع التفاصيل مع الزميلة علي حليم. في ظل القصف الإيراني لإقليم كردستان، نقدم لكم مقارنة بين المواقف الحكومية تجاه القصف الإيراني المتواصل والقصف الذي طال مصيفا سياحيا في دهوك قبل أكثر من شهرين واتهمت تركيا بتنفيذه. الحكومة العراقية تعاملت بميزان مختل مع الهجومين، فأمام القصف الإيراني اكتفت بمذكرة احتجاج ولم تطالب طهران بتقديم اعتذار رسمي وتعويض. أما مع قصف مصيف برخ الذي تهمت به تركيا فقد طالبت بذلك وتوجهت إلى مجلس الأمن الدولي بخطاب شديد اللهجة يتضمن إدانة لتركيا ومطالبة بمحاسبتها على الرغم من نفي أنقرة لعلاقتها بالقصف. رئيس حكومة تصريف الأعمال مصطفى الكاظمي صمت أمام القصف الإيراني وبدأ منشغلا هذه المرة بما يبقيه على كرسي السلطة ويضمن له تجديد الولاية، لكنه بعد قصف برق مباشرة وجه بتشكيل لجنة تحقيقية ولم يمضي على تشكيلها أقل من يوم حتى أصدرت بيانات تدين الجانب التركي. موقف رئيس الجمهورية برهم صالح كان مماثلا للكاظمي، فتعليقا على قصف برخ اتهم صالح تركيا حتى قبل ظهور نتائج التحقيق وعد القصف عملا مدانا ومستنكرا ويمثل انتهاكا لسيادة البلاد وتهديدا للأمن القومي العراقي، لكنه مع القصف الإيراني اكتفى بالصمت المطبق إذ لم يصدر منه تعليق ولا حتى تغريدة. من الناحية العسكرية فإن موقف وزيري الدفاع والداخلية العراقيين من قصف المصيف في دهوك جاء ضمن ما ورد في اجتماع طارئ للمجلس العراقي للأمن الوطني الذي يرأسه الكاظمي باتخاذ كل الخطوات اللازمة للدفاع عن النفس، لكن المجلس بوزرائه لم يجتمع أساسا للنظر في الدفاع عن النفس أمام الهجوم الإيراني ولم يصدر أي بيان أمني. قبل أكثر من شهرين كان القصف التركي فرصة لرئاسة الحكومة لتثبت فيه الوجود والفاعلية وتصرف الأنظار عن مواجهة الاضطراب السياسي الذي غيب دورها، فيما تزامن العدوان الإيراني هذه المرة مع مرحلة تبدو فيها الحكومة بأمس الحاجة للتوافق السياسي حتى إن تم ذلك على حساب دماء المدنيين الأبرياء وانتهاك السيادة. ولمناقشة الاعتداء الإيراني الأخير على أربيل ينضم لنا من هناك عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني محمد زنجنة. بداية أهلا بك سيد زنجنة، هل تواصلت حكومة أربيل مع بغداد للتنسيق بشأن موقف حازم وموحد إزاء هذه الاعتداءات الإيرانية على الأقليم؟ تفضل. نعم ديار، مساء الخير، تحية لكم وللمشاهدين وكافة الزملاء، تعازي الحارة للشهداء ومن ضمنهم شهيدة ريحانة كنعاني وابنها وانيار رحماني الذي توفي قبل قليل في إحدى مستشفيات أربيل. طبعا الدعابة السياسية اليوم في العراق هي أن كل شيء لا يتحقق أو لا يتطلب نتيجة أو لا ينتج منه أي نتيجة إلى لجنة عليا تشرف عليها الحكومة العراقية لكي يبقى الموضوع معلقا. هناك قيل بأن هناك لجنة سوف تشكل، وخصوصا بعد البيان الشديد اللهجة الذي قدمته وزارة الخارجية العراقية إلى السفير الإيراني حول هذا الموضوع، وأن هذه اللجنة سوف تبحث حيثيات هذا القصف، في حين أنه واضح جدا كيف تم، والجانب الإيراني والسلطات الإيرانية سياسيا وإعلاميا بيّنت حقيقة هذا الموضوع بقصف هذه المناطق بأكثر من 73 صاروخ. حكومة أقليم كردستان وعن طريق دولة الرئيس مسرور بارزان
الإيراني قبل ساعات تقريبا أو قبل أقل من ساعة بالأحرى في مراسيم تخرج جامعة صلاح الدين. قال سيد مسرور بارزاني في تلك المراسيم أو في تلك المناسبة بأن حكومة إقليم كردستان ستبذل قصارى جهدها لحماية إقليم كردستان وسوف نحمي أنفسنا بأن نكون أقوى. هذا يعني بأن حكومة إقليم كردستان لا تستطيع أن تتقدم ولا خطوة تجاه هذا الموضوع دون الحكومة الاتحادية. لماذا؟ لأن حماية الأرض والسيادة هي من صلاحيات الحصرية للحكومة الاتحادية. أي أن حكومة إقليم كردستان لا تستطيع إعلان الحرب والسلام حيال هذا الموضوع والحجج الإيرانية واهية وفارغة حيال هذا الموضوع. لذلك يطالب إقليم كردستان دائما بأن تحترم السيادة الدول الجوار وأن تحترم السيادة العراقية وسيادة أراضي إقليم كردستان. أنا أعتقد بأن حكومة إقليم كردستان أيضا ستتواصل مع الجانب الإيراني من خلال القنصليتين الإيرانيتين في أربيل والسليمانية في الأيام القليلة القادمة، وسيكون هناك ستكون هناك بيانات شديدة اللهجة بالتأكيد تجاه هذا الموضوع. ولكن ما زال القصف مستمرا يتكرر بين الفينة والأخرى، ما زال التهديد موجودا. إذن ستحاول حكومة إقليم كردستان بكل الاتجاهات الدبلوماسية والسياسية والأممية أن تضع حدا لهذا الموضوع، ولكن بكل صراحة الجانب الإيراني الذي يصدر أزمته الداخلية إلى إقليم كردستان لا أعتقد بأنه سوف تقف تصرفاته حيال هذا الموضوع عند هذا الحد، لأنه مستمر في تهديده لهذه الأطراف التي أو تقطن في إقليم كردستان أو إن مقراتها مرابطة في إقليم كردستان بوجود الأمم المتحدة وبإشراف دولي وأممي. نعم. طيب لو نتحدث أيضا عن هذه التهديدات والاعتداءات، سيد زنكنا، هل يحمل هذا القصف الإيراني رسائل سياسية مثلا؟ وماذا تريد طهران يعني من هذه الاعتداءات والتهديدات المتكررة لإقليم كردستان؟ طبعا واضح جدا بصراحة زميلي ديار ما الذي تريده جمهورية إيران الإسلامية من الوضع السياسي العراقي ومن الوضع في إقليم كردستان. في عام 1996 أرادت إيران أن تعبر معبر حاج عمران وتحاصر أربيل، ومن جهة أخرى بمساعدة عناصر من حزب العمال الكردستاني أن يدخلوا إلى زاخو وأن يحاصروا الحزب الديمقراطي الكردستاني ويحتلوا بادينان وأربيل ثم يلتفوا إلى السليمانية وينهوا بذلك تواجد الحزب الديمقراطي وتواجد حكومة إقليم كردستان. لم ينجح ولم يستطيعوا أن يفعلوا ذلك، وتصدت لهم قوات البيشمركة للحزب الديمقراطي الكردستاني، وواضح جدا هذه الأحداث كيف انتهت وكيف تمت حماية شرعية حكومة إقليم كردستان. اليوم هناك أزمة سياسية إيرانية حادة في الداخل الإيراني، هناك مظاهرات وخصوصا بعد استشهاد الشهيدة مهسا أميني واستشهاد العديد من الناشطات النسويات والكثير من الشباب برصاص القوات الأمنية الإيرانية. الجانب الأمني الإيراني كان يتحجج بأن هناك قصف صاروخي من أراضي إقليم كردستان من قبل هذه الأحزاب التي لا تمتلك أسلحة تؤهلها لأن تدعم الثوار بشكل مسلح أو تدعمهم بالسلاح، فقط لكي تغطي على هذه المأساة التي تشهدها كل المدن والمحافظات والأستانات الإيرانية. هذه المظاهرات زميلي ديار لأول مرة منذ مظاهرات مير حسين موسوي والمؤيدين لمير حسين موسوي في عام 2009 لأول مرة نشهدها في إيران. لأول مرة نشهد في إيران مظاهرات تندد بالنظام، لأول مرة يعني نرى متظاهرين هم الذين يبادرون بالاعتداء على القوات الأمنية وهم الذين يحرقون المباني ويحرقون الصور والجداريات. إذن إيران تريد أن تغطي إعلاميا على هذا الموضوع بالهجوم على أراضي إقليم كردستان، في حين أن هذه الأحزاب حزب الديمقراطي الكردستاني وهو الحزب المؤسس لجمهورية كردستان بمهابات وكوماليز أحمد شيشان أو جماعة الكادحين والأحزاب الأخرى طيب. وحزب آزادي تحديدا لم ينطلقوا حتى برصاصة واحدة تجاه الحدود طيب. الإيرانية. سيد زنكنا، لو نتحدث عن تعامل الحكومة العراقية، الاعتداء الإيراني أظهر بأن الحكومة تعاملت ربما مع القصف آخذة بنظر الاعتبار هوية القاصف، لا رئاسة الوزراء ولا الوزارات الأمنية ظهرت موقفا حازما، وعلى عكس قصف موقع سياحي في دهوك قبل نحو شهرين. ما تعليقك؟ طبعا الفعلتين هما جريمتان يعاقب عليهما القانون أيا كان مرتكب هذه الفعلة، إن كان قصف مصيف برخ، إن كان المرتكب الحزب العمال الكردستاني أو تركيا، فهي جريمة يعاقب عليها القانون. أما الآن هذا القصف واضح جدا، الجانب الإيراني يعلن بأنهم قصفوا هذه المنطقة ب73 صاروخ. فخامة رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح لم يصرح بولا كلمة تجاه هذا الموضوع. هناك تسريبات من داخل رئاسة الجمهورية تبين بأن يعني لا أعلم
إن كانت صحيحة لكنها تبقى تسريبات، يبين بأن السيد رئيس الجمهورية طالب وزارتي الداخلية والدفاع بإصدار بيانات حيال هذا الموضوع ليرفعوا الحرج عنه ولكي لا يتحدث حيال هذا الموضوع. الحكومة الاتحادية وعن طريق وزارة الخارجية وجهت يقال بيانا شديد اللهجة إلى السفير الإيراني لدى بغداد، ولكن هذا البيان الشديد اللهجة هل سيحل هذه المشكلة وهل سيحل هذه المعضلة؟ طيب لنجزم من الجانب القانوني بأن هناك اتفاقا قانونيا بين العراق وتركيا باختراق الأراضي العراقية لملاحقة حزب العمال الكردستاني، وهذه أيضا طيب لو نتحدث يعني هذا السبب لن يعطي يعني المبرر لإيران بأن حتى لو كانت هناك اتفاقيات أو يعني بين الطرفين لا يسمح بدولة جارة بالاعتداء على دولة جارة أيضا وتنتهك سيادتها صحيح. وتقتل مواطنيها. السؤال الأخير سيد زنقنة، يعني إذا استمر إذن ضعف موقف الحكومة العراقية من القصف الإيراني، ما هي خيارات حكومة إقليم كردستان؟ هل ستلجأ ربما إلى الحماية أو طلب الحماية الدولية؟ طبعا أنا أيضا كنت سأقول هذا الكلام أخ ديار بأن المبرر غير متواجد لدى الجانب الإيراني، لا يوجد اتفاق دولي بين العراق وإيران لاختراق إيران للحدود العراقية وللأراضي العراقية. طبعا حكومة أقليم كردستان كما قلت بأنها لا تمتلك صلاحية إعلان الحرب والسلام ضد أي دولة، والمنظومة الدفاعية في أقليم كردستان التي هي قوات البيشمركة أو قوات حرس الأقليم هي ضمن المنظومة الدفاعية العراقية دستورا وقانونا، مع أن هذا الموضوع لم ينفذ حتى الآن، ولكن أعتقد بأن حكومة أقليم كردستان ستبدأ هذه المرة بشكل مكثف عن طريق الأمم المتحدة وعن طريق المنظمات الدولية الإنسانية وعن طريق الولايات المتحدة الأمريكية وقوات التحالف بطلب على الأقل حماية دولية لهذه المناطق، لأن هذه مخيمات للاجئين تحت إشراف الأمم المتحدة، وهذا يعتبر اعتداء على الأمم المتحدة قبل أن يكون اعتداء على هذه القوات والأحزاب. عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني محمد زنقنة كنت معنا من أربيل حول القصف الإيراني على الأقليم، شكرا جزيلا. هذا وتتواصل المواقف الدولية المنددة بالاعتداء الإيراني على إقليم كردستان، وفي جديدها طالبت منظمة يونيسيف باحترام أمن المدارس. ممثلة يونيسيف في العراق شيما سين غوبتا قالت في بيان الهجوم الإيراني الذي طال مدرسة في مخيم للاجئين في الإقليم غير مقبول على الإطلاق ويشكل انتهاكا خطيرا لحقوق الأطفال. وفيما أدانت الخارجية الأردنية بشدة القصف الإيراني، حذر البرلمان العربي من خطورة التداعيات على الأمن الإقليمي واستقرار المنطقة برمتها. وصفت واشنطن القصف الإيراني على أربيل بالاعتداء الوقح على سيادة العراق، مشيرة على لسان المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس إلا أن السلطات الإيرانية لا تتجاهل أرواح شعبها فحسب بل جيرانها أيضا. القصف الإيراني مثال آخر على تجاهل إيران الصارخ، ليس فقط لأرواح شعبها ولكن أيضا لجيرانهم وللمبادئ الأساسية في صميم ميثاق الأمم المتحدة. كان اعتداء وقحا على سيادة العراق، وأهم ما يمكننا القيام به هو الوقوف إلى جانب قادة العراق. ولأحداث العراق بقية ولكن نستكملها مع زميلة آية شوخجي. إليك يا آية. شكرا لك ديار، أهلا بكم مشاهدينا من جديد. سقطت 4 صواريخ قرب المنطقة الخضراء في بغداد فجر اليوم الخميس من دون وقوع إصابات بشرية أو مادية، ونقلت وكالة رويترز عن قادة في الشرطة المحلية أن الصواريخ 4 انطلقت من شرق بغداد، فيما لم تعلن أي جهة مسلحة مسؤوليتها عن إطلاق هذه الصواريخ،
يعد هذا الهجوم الثاني من نوعه خلال 24 ساعة على المنطقة الخضراء، حيث سبق أو سبق بهجوم مماثل أوقع عددا من الإصابات بين عناصر الأمن. بعد يوم من جلسة برلمانية مليئة بالأحداث، ينضم إلينا الآن مراسلنا من بغداد أحمد مؤيد ليطلعنا عن أوضاع العاصمة بغداد بعد يوم من عقد هذه الجلسة. تفضل أحمد، ضعنا في صورة الأحداث. مساء الخير آية. يعني منذ ليلة أمس وحتى بعد انتهاء جلسة البرلمان استمر المحتجون بالمحاولة لعبور جسر الجمهورية المغلق إلى الآن. جسر الجمهورية وجسر السنك حتى اللحظة مغلقة أمام المواطنين بالصبات الكونكريتية، بالتالي كل الحديث عن الزحامات المرورية التي شهدتها بغداد بصورة عامة بكل المناطق استمرت اليوم، لكن بشكل أقل ضرر على اعتبار هناك بعض الجسور قد فتحت وأعلنت عنها يعني القيادة العمليات المشتركة وخلية الإعلام الأمني بأن هناك خطة لتقليل الزخم بالزحامات المرورية. اليوم فتحت بعض الجسور أمام المواطنين، المنطقة الخضراء لا تزال مغلقة تماما باستثناء من يحمل الهويات الخاصة والتي تسمح لهم بالمرور، مع تدقيق أمني شديد داخل المنطقة الخضراء وانتشار عسكري واضح حتى في الجسور المفتوحة، حتى في المناطق والأحياء السكنية هناك انتشار أمني كثيف، على اعتبار أنه الكل ينتظر يوم 11 وهو موعد انطلاق التظاهرات يوم السبت المقبل، فبالتالي الخطة الأمنية ربما يعني ستظل مستمرة وستبقى مستمرة اليوم ويوم غد إلى مرورا إلى يوم السبت ووصولا إلى يوم السبت. بطبيعة الحال يعني نتواجد الآن داخل المنطقة الخضراء، الوضع الأمني مستتب منذ فجر اليوم إلى الآن، لم نسمع أي صواريخ أو أي انفجارات أو أي اشتباكات ولا دخانيات، بالتالي يعني الكل ينتظر يوم السبت وما سنرى من تفاصيل وأحداث إن كانت هناك أحداث ساخنة آية. نعم بالطبع أحمد، شكرا جزيلا لك على هذه الإحاطة. قال النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الرميثي خلال مشاركته في برنامج مع ملا طلال إن تحديد موعد جلسة البرلمان المقبلة مرهون بالتحركات التي تجريها قوى الإطار التنسيقي لإقناع التيار الصدري بالمشاركة في تشكيل الحكومة المقبلة. ما نحدد، انا اقول لك ما نحدد. ليش؟ انا اقول لك ما نحدد، شلون نحدد؟ ما عندكم يعني ما عندكم عمل بباكر. لا عندنا خطوات بعون الله واهل البيت خلال هذه الاسبوعين الثلاثه كل شيء ينتهي ان شاء الله، وان شاء الله بمشاركه السيد الصدر، اكو خطوات واكو مفاوضات ان شاء الله موجوده وان شاء الله ويعمل مفاوضات ويا السيد الصدر يعني ان شاء الله. من يمثل السيد الصدر؟ الاطار كلهم هسه يمثل السيد الصدر بالمفاوضات. عندك خطه لحد الان ما قال لي من يمثل، يروحوا للسيد الصدر بالمباشره. ليش يعني اللي يمثل السيد الصدر؟ يروحوا للسيد الصدر ويتكلمون وياه، لان احنا بالنسبه لنا نريد نشكل حكومه قويه بعيده عن الصراعات وعن الازمات. الرماثي اكد ايضا السعي لتشكيل حكومه تحظى برضا التيار الصدري وتشرين، كما اشار الى ان تعطيل مجلس النواب انعكس على حجم الفساد في مؤسسات الدوله. خلينا نكون واقعيين، احنا بالنسبه لنا تقول والله احنا ما نريد نزعل السيد الصدر، لازم ما نزعل السيد الصدر ولا نزعل التشريني ولا نزعل اي جهه ثانيه. انا احب اوجه رساله وشكر وتقدير لكل من كان سبب اليوم في اعاده مجلس النواب الى مهامه الى عمله وتحريك عجله مجلس النواب، واللي اليوم احنا بامس الحاجه الى عمله في وقت وفي ظل انه المؤسسات الحكوميه بدات تعمل بطريقه غير دستورية وغير نظامية أبدا، لأن جاي يشوف أنه مجلس النواب معطل ماكو رقيب. وحول ائتلاف إدارة الدولة، قالت النائب عن الديمقراطي الكردستاني إخلاص الدليمي إنه لا يعتبر تحالفا بل ائتلافا يمثل تفاهمات بين القوى السياسية، ومهمته التهيئة للانتخابات المبكرة عبر تشكيل حكومة مؤقتة. لأن هو مو تحالف، هو راح يكون عبارة عن ائتلاف، أي أكو تفاهمات، وهذه التفاهمات يكون الباب مفتوح لكل الأحزاب الأخرى، عبارة عن تفاهم كبير يجمع جميع الأحزاب، حتى ربما يكون التيار الصدري أيضا إذا ما بعد ما صارت مفاوضات وياهم ربما أيضا يدخل في هذا التفاهم. إذن هو مو تحالف،
هو مجرد ائتلاف، وهذا الائتلاف نقدر نقول تفاهم لتشكيل الحكومة. ليش؟ لأن الحكومة اليوم في ظل هذه الأوضاع ما ممكن أن يبقى البلد بدون حكومة. لو افترضنا أنه اليوم أردنا أن نحل البرلمان، يعني تنازلاً إلى رغبة الكتل التي ترغب بحل البرلمان، لو افترضنا أنه اليوم كانت هناك موافقة، كيف لنا أن نحل البرلمان بوجود حكومة تصريف أعمال؟ فبالتالي علينا أولا تشكيل حكومة حتى إن كانت مؤقتة عمرها سنة أعتقد راح تكون. ناقش الحق يقال المستجدات السياسية وأزمة تشكيل الحكومة، وقال مشاركون في البرنامج أن الإطار التنسيقي لا يزال متمسكا بمشاركة الصدر ولا ينوي إقصاءه، منوهين إلى أن انسحاب التيار من العملية السياسية فتح أزمة جديدة على العراق، مشيرين إلى أن تغريدة الصدر هي رسالة للإطار بأنهم ماضون نحو الخسارة. نتابع. يمكن أن تتشكل هذه الحكومة أو تمضي، ومن خلال تصريحات السيد المرشح محمد الشياع السوداني يوم أمس الأول أعتقد، ومن خلال قناتكم أيضا تم اللقاء، يعني لا يوجد يعني لدى الإطار بشكل خاص نظرة على إقصاء التيار الصدري، لأنه تقصي تيار صدري بمعنى أنك قصيت جمهور كان منتخب له 73 نائب. بل أقول وبكل صراحة أن انسحاب الكتلة الصدرية بنوابها 73 فتحت أبواب جهنم على العراق، وكان بإمكانه أن يبقى، ولو بقي لخف هذا الأمر. في اعتقادي أنه هي رسالة واضحة للطرف الآخر من أنه العملية السياسية اللي أنتم مضيتوا بها حاليا، المسار اللي أنتم سرتوا به راح يوصلكم إلى نهايات يعني خاسرة، وأنه الخاسر الأكبر بها هو أنفسكم. وثيقة بغداد التي وضعها الحلبوسي في جلسة تجديد الثقة، تتابعون تفاصيلها مع الديار من جديد، تفضل. شكرا آية. في جلسة تجديد الثقة وضع رئيس البرلمان محمد الحلبوسي القوى السياسية أمام خارطة طريق تصفر الأزمات وتحضر لإدارة جديدة للدولة عبر ما سماها وثيقة بغداد. تضمن محضر جلسة البرلمان دراسة نيابية لطلب بشأن استقالة أعضاء الكتلة الصدرية، ويتزامن ذلك مع تأكيد ومساع لإعادة التيار الصدري إلى العملية السياسية. تفاصيل وثيقة بغداد وما طرحه الحلبوسي في جلسة تجديد الثقة به نتابعها في سياق تقرير حيدر البدري. نيابة عن الشعب العراقي نفتتح الجلسة الثانية للدورة الانتخابية الخامسة. على مدى ساعتين اجتمع أعضاء البرلمان بعد انقطاع لأشهر بسبب تقاطعات وخلافات عصفت بالبيت التشريعي. الأعضاء الراغبون باستئناف أعمال البرلمان ناقشوا وضع المجلس في غياب الكتلة الصدرية بعد أن عرض الرئيس الحلبوسي نص مطالعة من المستشار القانوني للمجلس حول استقالة أعضاء التيار، وحيث أن الكتلة الصدرية قدمت استقالتها للسيد رئيس مجلس النواب، وكان المقتضى القانوني أن تدرج الاستقالات في جدول أعمال أقرب جلسة استنادا لنص المادة 59 ثانيا من الدستور، والتي نصت على أن تتخذ نص المادة أن تتخذ القرارات في جلسات مجلس النواب بالأغلبية البسيطة بعد تحقيق النصاب ما لم ينص على خلاف ذلك. الحلبوسي تحدث إلى المشرعين عن خارطة طريق متكاملة لعقد سياسي جديد يكون عبر توقيع وثيقة بغداد التي من شأنها تصفير الأزمات وفتح الباب أمام إدارة جديدة للدولة. وأتمنى أن أصل معكم إلى نتيجة بجمع الفرقاء السياسيين هنا في مجلس النواب في القاعة الدستورية التي كتب بها الدستور العراقي والذي تعمل به كل المؤسسات العراقية، وأن ندعو إلى تبني وثيقة بغداد. وبعد تجديد الثقة به مرة ثالثة خلال دورتين انتخابيتين، باشر الحلبوسي مهامه بالتجديد على بدء عمل اللجان البرلمانية واستدعاء الوزراء المناظرين لعملها ومراقبة أداء حكومة تصريف الأعمال من أجل أخذ مجلس النواب دوره الكامل. اللجان تباشر عملها باستضافة الوزراء، باستضافة رؤساء الهيئات، وتقدم تقريرها سواء بما يتعلق بقانون الأمن الغذائي أو ما يتعلق بأبواب الإنفاق الأخرى في قانون
الموازنة، يعني قانون واحد، يعني قانون العفو الإدارة المالية بالإنفاق 1/12. بعضهم تعدى حتى هذه الصلاحيات وراح إلى صرف مبالغ بمليار دولار ونصف. مجلس النواب يعاود أعماله وفي أجندته عديد من الملفات الواجب حسمها بعد إكمال الاستحقاقات الدستورية المتمثلة بانتخاب رئيسي الجمهورية والحكومة والتصويت على قوانين الموازنة والانتخابات والنفط والغاز التي تمثل جدلا آخر بين الأطراف السياسية. حيدر البدري، UTV، بغداد. طالب المستشار القانوني في مجلس النواب محمد الغزي بعرض استقالة نواب الكتلة الصدرية على البرلمان لمناقشتها فنيا وقانونيا. وفي كتاب معنون إلى رئاسة مجلس النواب قال الغزي إن الاستقالة الجماعية للكتلة الصدرية سابقة جديدة في العمل النيابي ومؤشر على وجود خلل واضح في التمثيل الشعبي داخل مجلس النواب. وأضاف الكتاب أن الاستقالة ومنذ تقديمها إلى رئيس مجلس النواب لم تدرج ضمن جدول أعمال أقرب جلسة برلمانية معتبرا إياها مخالفة للدستور. نائب رئيس البرلمان شخوان عبد الله قال إن الانتخابات المبكرة هي الخطوة الأولى لإعادة التيار الصدري إلى المشهد السياسي، مؤكدا خلال مداخلته في ملتقى الرافدين للحوار أن لا استقرار سياسيا من دون مشاركة الصدري في الحكومة. الخطوات القادمة في إعادة التيار الصدري أو الكتل السياسية الأخرى المغيبة عن المشهد السياسي لابد من خلال انتخابات مبكرة، والانتخابات المبكرة هناك خطوات يسبقها اللي يناط بها قانون مهام مجلس النواب، اللي هو مسألة المفوضية، أن تكون هناك حكومة يقوم بإدارة الانتخابات، تخصيص مبالغ مالية، تحديد موعد الانتخابات. إذا نريد تكون هناك استقرار سياسي الحقيقة لابد من مشاركة الإخوان الصدريين، يجب أن تكون تحرك واسع على مستوى البرلمان والقيادات السياسية واستمرار محاولات من أجل اللقاء بالأخوة في التيار الصدري وبسماحة السيد مقتدى الصدر من أجل أن يكون جزء من العملية السياسية. ولمناقشة الملف السياسي ينضم إلينا من بغداد أستاذ العلوم السياسية الدكتور سعدون الساعدي. بداية دكتور أهلا ومرحبا بك. في جلسة الأمس كان موضوع استقالة الكتلة الصدرية محل نقاش في البرلمان. المستشار القانوني للبرلمان طلب رأي النواب بشأن قانونية الاستقالة وتحدث عن الدستور وقانون المجلس لا يتضمنان أي نص دستوري يجيز الاستقالة بهذه الطريقة. ما تعليقكم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك أخي الكريم وأحيي مشاهدي قناة UTV الكرام. يعني حقيقة لخطورة الأوضاع ولسير الإطار التنسيقي يعني باتجاه معاكس وكأنه يريد أن يشكل حكومة بمعزل عن التيار، أدرك يعني الشركاء الآخرين بأن عملية المضي قدما بدون التيار الصدري عملية يعني شبه ميؤوس منها ولا توصل إلى نتائج مرجوة من العملية السياسية. وعلى هذا الأساس يعني بدأ المجلس النيابي يفكر مليا بإيجاد مخرج حقيقي لهذه الأزمة بعد قرار المحكمة الاتحادية التي يعني ردت الطعن في هذا الموضوع. وبالتالي كنظام داخلي من حق مجلس النيابي وهو سلطة تشريعية يعني وهي سلطة فوقية على الجميع يعني، فأرادوا أن يناقشوا مسألة يعني قانونية يعني الاستقالة، لأنها أولا يعني بحقيقة كانت مريبة جدا يعني، أولا كانت يعني سريعة لا تتجاوز 48 ساعة يعني، ثم بعد ذلك جيء بالنواب البدلاء خلال أيام قليلة معدودة، وكأنه يعني يريدون أن يتخلصوا من هذا الموضوع بأقصى سرعة ممكنة. الآن لربما أدرك المجلس النيابي جسامة هذا الخطأ الفادح الكبير، وهي طبعا بالمناسبة سابقة خطيرة لم تحدث يعني بأي مجلس نيابي، 73 يعني مقعد نيابي. وبالتالي يعني حتى الآن اليوم قرار السيد محمد الحلبوسي بالاستقالة يعني الكل رفض هذه الاستقالة. إذن السؤال، لماذا وافقت هذه الكتل السياسية على 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 هذه الاستقالة؟ إذن
هنالك على منطقة فراغ، يعني أولا لم يصوت البرلمان على استقالة النواب أبدا أصلا، يعني هو اتخذ قرار ما بين رئيس مجلس النواب والكتلة الصدرية نفسها، أي بمعنى لا خضع للنقاش ولا خضع يعني مثلا للمساومات أو المطالبات أو 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 ثني الكتلة الصدرية عن هذا الموضوع. وبالتالي أنا أرى من الجانب القانوني والجانب القيمي والأخلاقي أنها كانت استقالة مريبة، يعني وكأنها يعني الطرف الآخر يعني دبرت بليل، وكأنهم أرادوا أن يتخلصون بطرق غير قانونية من هذه من من من, من الكتلة النيابية الصدرية. وبالتالي أنا أقول إن تم هذا الموضوع وتم مناقشة الموضوع مع الكتل الأخرى النيابية الموجودة داخل مجلس النواب بمعزل عن النواب البدلاء، أنا أقول ربما يجدون مخرجا حقيقي وهنا لعودة التيار. أود أن أستفسر ونتحدث عن هذا الموضوع، يعني دكتور، عن يعني التفسير القانوني أو مخرج قانوني، رغم أن هناك يعني كان هناك رأي للمحكمة الاتحادية بهذا الخصوص، وأيضا الخبراء يتحدثون بأن الدستور وأيضا القانون لا يجيز. هل هناك من خلال اطلاعك ويعني معرفتك بهذا الموضوع وحضرتك أستاذ العلوم السياسية، ممكن أن نتحدث عن مساحة أو فجوة نستطيع بأن نسميها مخرج قانوني؟ شوف، هو كان يعني فرصة مثالية للمحكمة الاتحادية أن تحسم هذا الموضوع. لماذا تحسم هذا الموضوع؟ القانون نص في وقتها بأن يعني مسألة يعني الاستقالة من عدمها هي فيها مواد يعني دستورية واضحة، أعتقد المادة 64 اللي هو يعني حق الحصري إلى المجلس يعني في وقتها يحل نفسه، أو يعني تقديم طلب الحكومة، هذا ما يخص بالإطار العام للمجلس النيابي. لكن أكو سؤال يعني ورد لي في ذلك الوقت، وأنا سألت في وقتها، قلت ماذا لو أن المجلس حينما حكمت المحكمة الاتحادية وقالت هذا المجلس مقصر ويجب عليه حل نفسه، يعني طت رأيها، خيرت المجلس. قلت أنا في وقتها إذا هذا المجلس ما يحل نفسه، إذا وين البند القانوني اللي راح يعاقب المجلس إذا في حالة فشل وعدم الحل؟ إذا هنالك قاعدة هي ذكرتها بالقاعدة السادسة، قالت يعني لا يمكن الركون إلى قاعدة الإخفال الدستوري. أنا أقول هذا إخفال دستوري، لأن ما عندنا نص قانوني حاليا موجود بالدستور يوضح هذه الصراحة، بأن ماذا لو أن المجلس لم يحل نفسه. إذا أنا أسأل سؤال، ماكو بنص قانوني يعالج مسألة يعني ثني الكتلة الصدرية عن 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 الاستقالة، أو ربما يطالبهم بالعدول؟ إذا ماكو نص قانوني، إذا هنالك قاعدة إخفال دستورية. فمن هذا المنطلق يمكن لمجلس النيابي يقول بأن الذي تم في ذلك اليوم هو إجراء غير صحيح وإجراء متسرع ولم يؤخذ رأي النواب بالمطلق، يعني في إطار هذا الحديث أيضا أستاذ، يعني في إطار هذا الحديث بين قوسين، ماذا لو تبين أن للبرلمان وقال بأن استقالة الصدريين هي لم تكن قانونية وأنهم ما يزالون حتى الآن نواب في البرلمان، هنا كيف سيكون موقف التيار؟ هل هو منفتح على هذا الخيار؟ مع يقينيتي يعني هذا يعني الامر عائد للسيد الصدر نفسه، يعني تعرف انت حضرتك يعني التيار عقائدي، وبالتالي هم يأتمرون بما يقوله السيد الصدر. ولكن انا اقول ربما السيد الصدر يعني من هذا الباب، او لربما يعني هنالك مفاوضات، او ربما سيكون وفد تفاوضي يذهب الى الحنانه يعني لاخراج الوضع يعني بطريقه اخرى باتفاق يعني لا غالب ولا مغلوب، وبالتالي العوده. هذا 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 ممكن. السيد الصدر ايضا هو بذات الوقت رجل سياسه حتى لو كان رجل دين، ويتفهم هذه الامور، لان بنهايه المطاف يعني وصلت العمليه السياسيه الى طريق مسدود. البديل هو رفض التيار الصدري تشكيل الحكومه بهذه الطريقه وهذه الكيفيه، ويعني الواقع الحالي يقول لربما هذا المجلس النيابي يعي خطوره الاوضاع ويعلن صراحه بعدم دستوريه، يعني من الناحيه يعني الفنيه بعدم شرعيه استقاله اعضاء مجلس النواب، وبالتالي عندها يضطر التيار الصدري للعدول عن الاستقاله والعوده. يعني هذه كلها سيناريوهات، وانا اعيد واكرر بان الكلام الاول والاخير للسيد الصدر نفسه وليس لغيره. نعم، وفي اطار ايضا السيناريوهات، وفي حال لو تحدثنا عن مشروعية أو دستورية يعني إيجاد مخرج قانوني، ماذا لو ربما يعني في جلسات المجلس القادمة ويعني أظهر هناك بأن هناك مخرج
لموضوع عودة نواب الكتلة الصدرية؟ هل هذا جائز ممكن في مجلس النواب بما باعتبار بأنه يعني هي الجهة التشريعية؟ السياسة يعني هي فن الممكن، وهي يعني السياسة بأوسع معانيها هي عبارة عن المصالح، مصالح متعددة، والسياسي الحاذق والسياسي الماكر والنبه هو الذي يستطيع إيجاد الحلول من لا شيء. أنا أقول إذا كانت هنالك رغبة، وخاصة فيما يخص الحالة العراقية، يعني كل شيء ممكن أن يكون هناك. اي بالعراق تريد ارنب، تريد واوي، يعني ما معناه يعني بكيفهم بين قوسين، يعني من يعني هذا المجلس النيابي اللي انتهك المدد الدستوريه الا يكون قادرا على ارجاع التيار الصدري بهذه الطريقه القانونيه؟ شوف القانونيه اللي هي طريقه طيب. يعني الفنيه وطريقه الاستعجال وعدم اخذ رايه في مساله الاستقالات. انا اقول اذا كانت هنالك رغبه حقيقيه للحل وليس للتعقيد، انا اقول نعم، لكن اذا كانت دبرت بليل ولربما يعني كتل سياسيه معينه لا تريد هذا الاجراء، انا اقول طيب. سنذهب الى طريق اخر لربما يكون طريقا مظلما. وايضا في البحث عن هذه الطرق، دكتور سؤالنا الاخير، جلسه الامس كما يعني شهدنا عقدت في ظروف صعبه، هناك احتجاجات ويعني على ابواب الخضراء، كيف سيكون برايك الوضع في حال لو أقدمت القوى على عقد جلسة أخرى جديدة لانتخاب رئيس الجمهورية وأخرى أيضا لتمرير التصويت على مرشح رئاسة الحكومة وتحديدا محمد شجاع السوداني؟ يعني هي مفارقة عجيبة، يعني أنا ما كل يوم دولة بالعالم أن تعزل الحكومة نفسها في كانتون ضيق عن الشعب، يعني حتى الآن يوم في كل دول العالم يصير مظاهرات ويصير كذا، يعني هم اللي أنطوا هذا الانطباع بأنهم خائفين مترددين، والدليل على ذلك هذه الأسلحة المدججة، وهذه ولأول مرة في تاريخ العالم أن تكون جسور فيها أبواب، وكأننا يعني ذكرني في 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 مشهد يعني من مشاهد يعني باب الحارة، يعني لكل الأبواب مغلقة ليلا، هذا يعني الكلام مو منطقي. وعلى هذا الأساس أنا أقول يجب على الحكومة أن تلبي رغبات الشعب طبقا للمادة الخامسة، الشعب مصدر السلطات. اذا الشعب هسه راح يقولوا لي واحد مو كل الشعب، بالتاكيد هو قابل 40 مليون يطلعون يدافعون بحقوقهم، لا، اكو مجموعات تطالب بحقوقها، فالحكومه اذا كانت عاجزه عن الحل فعليها ان تحل نفسها، يعني ويحل البرلمان نفسه. اعطيك مثل بسيط، يعني قبل اقل من شهر وزيرة الصحة ما أعرف في البرتغال أو إسبانيا قدمت استقالة على يعني سائحة هندية وصلت إلى مرحلة الولادة وعجزوا في ذلك الوقت عن إيجاد سرير لها، قدمت استقالة رسمية للحكومة وقبلت استقالتها، قالت أنا أتحمل مسؤولية ذلك، وهي يعني هي تعتبر نعم. من الأنظمة الصحة العالمية المتطورة جدا نعم. إحنا اليوم ينقتلون بالعشرات والمئات والناس قاعدة تتفرج وماكو، وعليه أنا أقول يعني ناصحا يعني للحكومة الحالية والكتل السياسية عليهم بإيجاد مخرج حتى ولو كان على حساب مصالحهم الخاصة، عليهم أن يغلبوا مصلحة الشعب على مصالحهم الخاصة. نتمنى ذلك دكتور سعدون السعدي أستاذ العلوم السياسية، كنت معنا من بغداد، شكرا جزيلا على هذه الإيضاحات. وفي الختام هذه مرة أخرى عودة إلى أحوال الطقس وبحره في العراق.
نهاية النشرة، شكرا للمتابعة.